من ضمن الأسئلة أنا عاوز أعرف، هل الحالة الاجتماعية للمتقدم للسلك الدبلوماسي بتفرق سواء عزباء أو متزوجة ممكن يؤثر على قرار اللجنة؟ بما إن في أماكن عمل كثيرة في الوقت الحالي بتفضل العزباء ظنا من إن عندها مساحة في الوقت، الحقيقة هم بيفضل هي طبعا ما نقدرش نحكم، يعني ما شفناش سجل كبير للناس الناجحة في الاختبارات عشان نحكم على الموضوع ده، ولكن في ناس كتيرة فازت في او يعني نجحت في اختبارات السلك الدبلوماسي وهي متزوجة، وده يديك دلالة انه لا مش بيكون عامل مشكلة في حكاية القبول من عدمه. لكن من المهم جدا للشخص اللي بيجي ساعة المقابلة انه يتكلم على الموضوع ده بمنتهى الصراحة. بمعنى ايه؟ بمعنى لو قال لك انت متزوجة هل ده هيأثر على الشغل؟ لازم يعني يكون في اجابات واضحة وصريحة تبين للشخص اللي قدامك بانه لا يوجد تأثير كبير مؤثر على هذا الموضوع، بحيث انك تطمنه على هذا الشكل، وفي الاخر الارزاق على الله، سواء ده او ده هو اللي كان السبب في رفضك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.